معايا الاستاذ بلال السعيدي، طبعا الاعلامي باذاعه الكرامه التونسيه. استاذ بلال مساء الخير. مساء الخير كابتن حسام، مساء الخير ليك ولكل مشاهديك الكرام. اهلا بيكم ومشرفني في البرنامج. استاذ بلال، يعني انا ما اعرفش انت كنت سامعني بتكلم ولا لا، لكن واضح جدا الاحداث اللي حصلت الاسبوع ده يعني في تونس في المدرج، واضح جدا ان الجمهور ده، او مش هقول عليهم جمهور، لو هم لا يمكن يكونوا جمهور كوره، او هناك اطراف خفيه او ايادي خفيه بتتشارك او بتدعم الشباب دول علشان يستغلوا مدرجات كره القدم لايصال بعض الرسائل السياسيه. هل كلامي صحيح ولا لا؟ نعم كابتن حسام، تقريبا كل المتداخلين في الشأن الرياضي في تونس، الإعلام الرياضي، المحللين، حتى الفنيين وكل من يعرف كواليس كرة القدم في تونس، تقريبا يكاد يجزم أن الأحداث الأخيرة ليست بريئة. من يقف وراءها، هل هي سياسية أم ماذا؟ هذا ستظهر تحقيقات التي فتحتها وزارة الداخلية بعد الأحداث الشغب هذه. تقريبا هو خلينا نحط المشاهد الكريم في الصورة وفي الجدول الزمني للأحداث. تقريبا كانت مباراة النجم الرياضي الساحلي الترجي الرياضي التونسي في ملعب رادس الشهير في تونس، وقعت بعض أحداث الشغب، وقع رمي أعوان الأمن التونسي بالحجارة. بعد المباراة تقريبا مباشرة أصدرت وزارة الداخلية التونسية بيان تحدثت فيه على العنف في الملاعب، ودعت إلى الفريض، ودعت إلى ضبط النفس، وأنه 25 عون من أعوان الأمن قد أصيبوا في هذه المباراة الأخيرة، ودعت الجمعيات الرياضية إلى مزيد توعية الجماهير الرياضية من أجل الابتعاد عن العنف في الملاعب. ثم ما رأينا إلا في مباراة الترجي الرياضي التونسي شبيبة القبائل، وأنا معك في كلامك لما تحدثت وقلت أن الجمهور التونسي لا يتصف بهذه الصفات التي شاهدناها في المباراة الأخيرة، أنه لسئلا يسأل الترجي الرياضي التونسي ما بين الشوطين، أي بعد انتهاء الشوط الأول من مباراة الترجي شبيبة القبائل، هو مترشح، يعني أنه هو مارد إلى دور النصف النهائي. ما السبب الذي يدفع جمهوره لإحداث هذا الشغب؟ هذا دليل أنه الترجي، أنه إحنا في كرة القدم يمكن أن يحدث بعض أحداث العنف الجانبية، ولكن لما يكون فريقك منهزم أو يكون فريقك خاسر بنتيجة عريضة أو شيء من هذا القبيل، ولكن أنه يكون فريقك في هذاك الوقت مترشح إلى دور نصف النهائي، وما الدافع وراء ذلك إلا أنه دافع تخريبي بحت، دافع لا يمت إلى كرة القدم بصلة، وأنه تحتج على فريقك أو تحتج على مباراة كرة قدم ليس بمنشار ولا بآلات حادة ولا بخلع مستودع الملعب وإحراق النيران. معناها هذه أحداث ليست رياضية، هذا الجمهور الرياضي والإنسان الرياضي الذي يتابع كرة القدم مهما كان متعصب لا يمكن أن يعبر عن غضبه بذاك الأسلوب، والكل في تونس يجب هذه العملية وهذه الجماهير حتى من داخل الأوساط الرياضية للترجي، حتى من الإعلاميين المحسوبين على الترجي الرياضي التونسي، أو حتى الجماهير الرياضية كابتن حسام. صحيح، وأنا يعني عايز أقول لكم على حاجة يا جماعة، أنا لسه راجع من تونس النهاردة، على فكرة لسه راجع من تونس النهاردة، وعايز أقول لكم إن الشعب التونسي شعب متحضر وشعب مثقف، وناس كلها بتتنافس في الكوره طبعا، لان عندهم منافسه كبيره هناك طبعا ما بين الانديه الكبيره كلها، لكن لا يمكن يكون هذا المشهد هو الانعكاس الحقيقي او المرايه الحقيقيه لجمهور كره القدم في تونس. صدقوني وانا عارف الشعب التونسي كويس، عارف وعارف الناس عندها شغف بالكوره وشغف وانتماء لناديهم، لكن لا يمكن ابدا يكون حد بيمثل الجماهير التونسية، الراجل ده اللي بمنشار كهربا ده لا يمكن يكون بيمثل الناس المحترمة في تونس يا جماعة، لا يمكن. أستاذ بلال بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا. الأستاذ بلال السعيدي الإعلامي بالإذاعة، إذاعة الكرامة التونسية.